السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سريع تفضل. شو بتأمر يا حج؟ حج تحجك بعد نفري عن شبابي. طيب يا سيدي الشباب، شو بدك تسوي؟ شعر ولا لحية؟ لا شعر ولا لحية، بس بدي أصبغ هالشعرات واللحية وأشيل التجاعيد من هان. أقول عندي ريفرنس دك تعال. مش راضي يفتح الملامح متغير. قال لي شو بده يفتح؟ شايف الولد المزهر؟ بدي ترجعني زيه. بقدرش ارجعك شباب يا حج. ايه قصدي يا معلم. والله هي بدها آل الزمن. لا كريمات ولا صبغه. قال لي شيء يا صبغه. خليك عم نمزح معك، خليك. شو بدك قصص الولد الصغير يا ابن الحلال؟ بقولك اختيار، انا شاب. يا معلم انت زينة الشباب، بتعرف تلعب تريكس؟ تريكس؟ حافظ شو اتفقنا؟ انا المستشار المالي تبعك، ولما تنزل بالسعر بحكي لك لا ما بزبط المرة استاذ خلدون. ممتاز. طبعا انت تحاسبني. يا الله يعوني، شو انك مادي وبتحب المصاري اكثر من امك. خلص بس نخلص بكتب لك شك. ايه مساء الخير. اهلا اهلا، معلش اعذروني على التاخير. اهلا وسهلا، كنا بس نص ساعه بنستناكم. اعذرني على التاخير، بس كان عندي مشكله بمزرعه البقر، وبعرف قد الوقت مهم للناس اللي زينا. طبعا الوقت دائما مهم، وهذا اللي بحاول اوصله لعوني. تايم از ماني، ماني از تايم. بالضبط. انا عندي منتج كثير راح تكون مهتم انك تسمعه وتشوفه. تفضل استاذ كمان. كريم؟ بس عفوا، انا عندي مزرعة بقر وحليب. مش كريم، هذا واقي شمس مخصص فقط للابقار، يعني في مجال عملك. أين قاعدين معك؟ واقي شمس؟ بدي أسألك سؤال أستاذ كمال. تفضل. البقر اللي عندك وين بيوقف؟ في الشمس، بدهاش تفكير. صحيح. البقر اللي عندك بيوقف طول نهاره في الشمس. الدنماركيين يا أستاذ كمال أدركوا هاي المشكلة ولقوا العل، إنه عشان تنتج حليب ممتاز لازم تربي بقر مرتاح، وعشان تربي بقر مرتاح لازم تحميه من أشعة الشمس.